التحركات المصرية مكثفة من أول يوم هذا بدأ العدوان طبعا. والحقيقة إحنا بقالنا كام يوم بنتكلم على محاولات ورقة مصرية للتفاوض لإحداث هدنة منتظرة إن شاء الله تدي كده فرصة للفلسطينيين هم يلتقطوا أنفسهم، وفي نفس الوقت كمان يكون فرصة أكبر لإدخال المساعدات الإنسانية واستقرار الأوضاع. الحمد لله خلينا نقول إن وفقا للأخبار والمصادر الأمنية المصرية بتتكلم على إنه في توافقات الحمد لله يعني حصلت وأخبار إيجابية، وإن في تقدم ملحوظ بالنسبة لسير المفاوضات ما بين الجانب الإسرائيلي وما بين وفد حماس، وإنه بالفعل تم الوصول لصيغة توافقية حوالين بعض البنود أو النقاط الخلافية اللي كانت ما بين الجانبين. ده بالنسبة لآخر التطورات. صحيح المسألة ما بين شد وجذب، وإسرائيل تطلع تقول حاجة وحماس تطلع تقول حاجة، لكن ده كله مفهوم متوقع. دايما المفاوضات بتبقى كده، يعني بيبقى كل طرف بيحاول ان هو يعلي سقف طموحاته أو شروطه علشان يحصل على أكبر قدر من المكاسب، لكن نأمل ان الطرفين يكون في ايه، عارفين لما يكون الطرفين يعني قواهم منهكة وما فيش حد قدر ان هو يحصل على مكسب واضح على الارض، والخاسر الوحيد هو اشقائنا والانسان او المواطن الفلسطيني. فنامل ان المساله دي تخلي ان يكون في تقارب في وجهات النظر او في النقاط الخلافيه وتحصل الهدنه. كمان خلينا نقول انه في ضغوط شعبيه، سواء بقى بنتكلم على الداخل الاسرائيلي والمظاهرات اللي عماله بتزيد يوم بعد يوم للافراج طبعا عن اسراهم او المحتجزين لدى حماس، او حتى الانقسامات او الانشقاقات الموجوده داخل الحكومه الاسرائيليه نفسها فيما عدا طبعا المتطرفين ما بينهم واللي معروف يعني وجهه نظرهم. لكن كمان في الداخل الامريكي الوضع ما بيختلفش الحقيقه برضو، في اذا كنا بنتكلم من ايام على مظاهرات من خلال الطلبة في الجامعات الأمريكية، لكن النهاردة في تطور مهم جدا. في عندنا 88 نائب ديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي بعتوا برسالة للرئيس الأمريكي بيطالبوا فيه إنه ينظر أو يعني يبطل شوية ويوقفوا بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب استمرار طبعا العدوان أو القيود الإسرائيلية على مسألة المساعدات الإنسانية وتدفقها لقطاع غزة. فبقول لكم 88 نائب أمريكي بيقولوا لا، نقف شوية، ستوب على إرسال مسألة السلاح لإسرائيل، علشان أولا هي مش مدية أي فرصة لإدخال المساعدات الإنسانية، ده من ناحية، ومن ناحية تانية لارتكابها جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة. فطبعا ده تطور مهم. هنقرأ مع حضراتكم التحركات المصرية واللي بيحصل ما بين الجانب الإسرائيلي وما بين حماس أو المقاومة، فصائل المقاومة، وكمان المشهد بشكل عام وأمريكا ودورها، وهل بالفعل بتضغط، هل هي موافقة، هل هتحرك في الأمور شيء. ده كله إن شاء الله هيكون في فقرتنا الرئيسية مع ضيوفنا، هيكون مشرفنا ومعانا دكتور أشرف عكا خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي الفلسطيني، وهيشرفنا كمان أستاذ محمد صلاح المحلل السياسي وصانع المحتوى. ده هيكون في الجزء الثاني والأخير من حلقتنا. لكن على ذكر المساعدات الإنسانية والعرقلة أو الضغوط، وبرغم كده مصر بتكثف من إرسال المساعدات، وشفنا ده بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة سواء من خلال معبر رفح أو كرم أبو سالم. ومش بس كده الحقيقة، لكن لما المسألة كانت معقدة قوي 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 بدأ يبقى فيه إنزال أو إسقاط جوي من قواتنا المسلحة المصرية، واللي قدرت ونجحت انها تنزل المساعدات في قلب غزه، في وسط غزه وشمالها، ودي طبعا مناطق محرومه تماما من اي مساعدات، وشفنا ده بالتعاون مع عدد من الاشقاء الحقيقه. هنتابع دلوقتي تقرير عن الانزال الجوي، القوات المسلحه المصريه بالتعاون مع شركائها، وبتكلم تحديدا كمان من خلال التقرير هنشوف دوله الامارات العربيه المتحده والانزال الجوي للمساعدات على اشقائنا في قطاع غزه. نتابع ده ونرجع لحضرتك حضراتكم بعد وبعد الفاصل. بالتزامن
بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأضمان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي.